للعمل بشكل أفضل خدمة للبنان اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. هذا ما دعا إليه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال استقباله في السراي الحكومي أعضاء السلك القنصلي برئاسة عميد السلك جوزيف حبيس. الرئيس الحريري شدد على ضرورة أن يكون هنالك كوتا نسائية مستقبلا ضمن القناصل الفخريين. ما دام في وحدة وطنية بالبلد وما دام في يعني فكرة أو توحدنا حول الاستقرار وحول الأمن وحول إنه نتقدم بالبلد لقدام، ومرقنا موازنة ومرقنا قانون انتخاب جديد وكل هالأمور، يعني واضح إنه في توافق كتير واسع بالبلد. اليوم نحن قادمين على مشاريع كتير كبيرة، وخاصة بمؤتمر باريس اللي هو حيكون يعني انطلاقة كبير إن شاء الله للاقتصاد الوطني اللي بيركز على كل البنى التحتية نرجع نقوم فيها، وهيدي فرصة كمان لألكم إنه هيدا المشروع اللي عم نقدمه في لبنان كمان نجذب الاستثمار عليه ونجذب الشركات الكبيرة عليه. وأيضا في مؤتمر روما كمان اللي هو لإعادة يعني لتسليح الجيش اللبناني وتدريبه، وأيضا القوى الأمنية العسكرية الأخرى، ونحن مقدمين استراتيجيات بهذا الموضوع. في مؤتمر بروسلز اللي هو له دخل في النازحين السوريين كمان، يعني هذا أيضا يجب يعني التركيز عليه. من ناحيته أثنى عميد السلك القنصلي على حكمة الرئيس الحريري في تدبير عمل مجلس الوزراء الذي حقق إنجازات كبيرة خلال أشهر قليلة. وفي نهاية اللقاء جرى حوار تمحور حول دور القناصل الفخريين في تسويق موقف لبنان لدى الدول التي يمثلونها. وكان الرئيس الحريري قد استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية إليزابيث ريتشارد، وعرض معها المستجدات والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. كما التقى وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشيل فرعون في حضور وزير الثقافة غطاس خوري، وعرض معه شؤونا عامة. ومن زوار السراي وفد من عائلة الراحل بيير صادق سلمه دعوة لرعاية معرض بيير صادق تحت عنوان يحاكي التاريخ، الذي سيفتتح في 7 من شباط المقبل في متحف سورسوق.